السلام عليكم. انا حابه احكي لكم عن مغامره من مغامراتي المؤلمه، وفي نفس الوقت عايزه اوجه منها رساله مهمه، يعني يا ريت ناخد بالنا منها كويس. او رمضان اللي فات ده في اوله انا كنت لسه راجعه من عند دكتور التقويم، ويعني لما بتبقي لسه راجعه كده بتبقي تقعدي كام يوم كده تعب ومش قادره تاكلي، مش قادره تضغطي على اسنانك مع الصيام والحمل والحاجات دي، فكنت مفرفره خالص. فصعبت على ماما كأم حنونه طبعا يعني، فقالت لا بت لولو ما تاخديش في بالك خالص، انا هجيب اكل طري كده وسهل في الاكل، وهجيب اخوكي ونيجي نفطر معاكي بكره. وقامت جايبه اكل من مطعم مشهور جدا عندنا في المنطقه، يعني ان هو متخصص في تنشيف الاكل، يعني هو مميز جدا في النقطه ده، هي يعني حتى لو الاكله طريه، لو بتاكلي بشاميل هو عنده القدره انه يخليها لك ناشفه، بس احنا نحبه قوي 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 يعني، وناكل من عنده على طول. فماما جابت من عنده كباب وكفته وحمام، الكباب طبعا من النوع اللي هو بتقعدي تشدي فيه زي الكاوتش كده، ما بيتقطعش، بتحاولي تمضغيه ما بيتمضغش، فبتضطري ان انت تبلعيه سليم زي ما هو، بس جميل يعني. بقول لكم يعني احنا نحبه قوي 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 يعني، احنا زباين مستديمين في المحل ده. مهم قعدت اكل في الحمامه، يعني انا عز الحمام قوي، وزي ما احنا عارفين ان الحمام دايما بيبقى فيه العظم الصغير ده اللي احنا دايما بنقرقشه كده في وسط الحمامه، بس ده طبعا عامله ناشف جدا. فانا باكل الحمامه، قامت هوب عظمه واقفه في زوري، العظمه وقفت في زوري من هنا، قمت عامله كده ووشي بدا يحمر، يا شربوني في ميه مفيش، ياكلوني في عيش مفيش. فماما مشكورة قالت يلا بسرعة على الطوارئ. فببص على نفسي لقيتني لابسة اسدال البيت، قلت في عقل بالي يعني فردي مت يا بت لولو، يعني لازم تموتي في كامل أناقتك، يعني مش هتبقي ميتة بسبب حمامة وكمان بالمنظر ده. دخلت البيت ونزلنا، فأخويا كان سايق، حد هيسألني أمال فادي فين؟ سؤال جميل، سؤال عبقري الحقيقة. فادي في الوقت ده هو كان في الشغل، وطبيعة الشغل بتاعت فادي يعني تمنعه من ان هو يجي خالص، يعني لو راح لمديره وقال له الحمامة كلها وقفت في زور مراتي مش هيمشيه برضه. اخويا طلع على اقرب مستشفى، وهو في الطريق يعني كان متصربع، فاكل مطب لزقت انا وماما في السقف، نزلت قلت بتعاملك طبعا انا يعني مش مستحمله، يعني كانت حالتي تصعب على الكافر. فاخويا حب يبرر الموقف اللي حصل ده، فبدا يقول لي على علمك المطب اللي انا اخدته ده ممكن يكون حلو في مصلحتك، لانه ممكن يكون نزل العظمه اللي في زورك زي توم وجيري كده، اما بتقف حاجه في زورهم فبيخبطوهم على دماغهم فالحاجة بتنزل، بيستظرف حضرته وانا بموت، بيعالجني بالفكاهة. المهم وصلنا المستشفى، والطبيعي ان ماما واخويا هياخدوني ندخل المستشفى نسأل فين الطوارئ. في الواقع اللي حصل ان اخويا ركن، قامت ماما فجأة فاتحة باب العربية وجريت، يعني احنا مش عارفة ايه اللي حصل، واخويا قعد ساعة ونص يقفل في العربية، قلت لا بقى يعني يا روح ما بعدك روح. اخدت بعض نزلت من العربية داخلة المستشفى كده لوحدي، كواحدة في عظمة واقفة في زورها بتسأل السكيورتي لو سمحت الطوارئ منين عشان بموت. فوصف لي جاي ادخل، كان في باب ازاز كده قمت لابسه فيه النضاره كانت هتتكسر، يعني مش عايزه ادخلكم في تفاصيل قوي. وانا داخله لقيت ماما خارجه في وشي بتقول لي يا الاء الدكتور بيقول ان حالتك دي محتاجه منظار، وللاسف المستشفى دي ما فيهاش مناظير. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا هجيب لك الدكتور بنفسه يقول لك. قلت لها لا مش وقت، وتعالي بسرعه نلحق نروح مستشفى تاني. قالت لي لا مش همشي غير لما اجيب الدكتور بنفسي يقول لك. يا دكتور يا حاجه يلا، انا بقى عظمه محدش مستوعب ان في عظمه واقفه في زوري، وجع رهيب. طلع الدكتور قال لي نفس الكلام اللي ماما قالته. ماما قالت لي شفتي؟ قلت لها اه شفت، بس انا محتاجه اعيش عشان اشوف حاجات اكتر في الحياه، يعني بعد اذنكم يعني لو ينفع. رحنا مستشفى تانيه، دخلت الطوارئ، في ايه؟ قلت لهم في عظمه واقفه في زوري بقى لها ساعه. اخدوا اجراءات سريعه جدا، قالوا لي هي يا العظمه فعلا واقفه في زورك، يا اما نزلت وده مكان الجرح فوجعك يعني، فاحنا عشان نتاكد في عظمه ولا ما فيش عظمه هنحتاج نعمل اشعه اكس راي. دخلوني غرفه الاشعه ووقفت قدام الجهاز وادوني التعليمات وخلاص، وقيس فجاه اخويا اللي يتشك في لسانه يقول الاء حامل، فالدكاتره تقف
يجوا يفكوا جهاز، يرجعوني على الترولي، يخرجوني من اوضه الاشعه. يا جدعان رايحين فين؟ راجعين الطوارئ. طب والاشعه خطر على الجنين. قلت يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني انتوا عايزين تسيبوا رعبنا في زاري 4 شهور لحد ما اولد؟ ما انتوا تقولوا الكلام في محله، يا تقولوا حلو يا حلو. رجعوني الطوارئ وعلقولي في الكانيولا دوا للمعده، انا معرفش ليه، انا بقول لهم عظمه واقفه في زوري، يعني تشخيص واضح. فكروني برضك في اول الجواز، تعبت برضو ورحت المستشفى، كان عندي صديد على اللوز، قاموا نقلوني قسم النساء ومصممين ان عندي حمل خارج الرحم. يعني لو الدكتور ربيع مش هيفكر في التشخيص ده، مع اعتذاري طبعا لعلم الدكتور ربيع. يعني خرجوا الدكاتره عملوا اجتماع شويه، ودكتور منهم دخل قال لنا بصوا يا جماعه، هو دلوقتي في حل من الاثنين، يا اما نعمل اشعه الاكس راي عشان نتاكد في عظمه ولا مفيش، وللاسف اشعه الاكس راي خطر على الجنين، والحل الثاني ان احنا نعمل منظار، بس المنظار ده هيحتاج بنج كلي، بس البنج الكلي خطر على الجنين. فانتوا بالصلاه على النبي كده اختاروا وبلغونا، وهفن وسابنا ومشي. فالمفروض انا كواحده العظمه واقفه في زورها اقوم اتوضى واصلي ركعتين استخاره واخد قرار. فاخويا اكلم دكتوره النساء بتاعتي وحكى لها الموقف، وقال لها يعني اختار لنا نعمل، لا نعمل الاكس راي ولا نعمل المنظار. قالت له اذا كانت الاء عملت عمليه الزايده في الاشهر الاولى من الحمل اللي هي اخطر من دلوقتي بكتير، يعني ما جاتش على شويه اكس راي ولا شويه بنج كلي ومنظار، قول للدكاتره اللي عندك يعملوا اللي هم شايفينه. حسيت من كلامها كده اللي هو ما انت كده كده ميت. فقلنا خلاص نعمل اشعه الاكس راي، بحيث ان هي ايه هم يشوفوا، لو العظمه موجوده يبقى هنضطر نعمل منظار عشان نخرجها، لو مش موجوده وده بس مجرد جرح يبقى ايه ما نعرضش نفسنا لعمليه وبنج كلي وكلام من ده. هو فضلوا سايبيني شويه حلوين، وبعدين جابوا لي شويه ورق قعدوا يمضوني ان هم بيحملوني المسؤوليه كامله، وان الجنين لو حصل له اي حاجه بره عنهم. فقعدت امضي طبعا، ما هو خلينا متفقين ان انا مهما حصل انا مش هعيشه في عظمه في زوري. خلصت الامضه قلت لهم يلا دخلوني انجزوا، قالوا لي استني بس عشان بنجهز دلوقتي رصاص نحطه على بطنك عشان يحمي الجنين شويه من الاشعه. يعني انا كان بودي يضربوني بالرصاص اسرع واسهل. المهم فين بقى دخلت عملت الاشعه، خرجت الدكتور شاف الاشعه قال الله 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 الله، مفيش حاجه في زورها، مفيش حاجه في زورها. اخويا قال لي شفتي انا قلت لك المطب اللي انا اخدته ده نزل العظمه، وده بس مجرد جرح مفيش حاجه، انت كويسه زي الفل. انا بقى في الفتره دي كنت خلاص يعني فقدت طاقه كتير جدا لدرجه ان انا مش قادره اتوجع، فكنت نايمه عامله كده. فاخويا قال لهم بصوا بصوا شوفوا حتى ارتاحت ازاي واسترخت، ما بقتش تتوجع زي الاول، بقى زي الفل، يلا روح. انا طبعا جوايا شتايم كتير جدا وحاجات، بس انا مش قادره اقول حاجه. قلت لهم نروح مين والناس نايمين؟ انا متاكده ان في حاجه هنا، ما حدش يقول لي. قالوا لي الاشعه، قلت لهم ما يتشيل الاشعه من خلاص، كنت جبت اخري بقى. قلت لهم انا عايز اعمل المنظار. قالوا لي يعني احنا كنا بنختار بين الاشعه والمنظار وعملنا الاشعه وطلعت سليمه، تقومي تعملي المنظار برضه تعملي الحاجتين الغلط؟ قلت لهم انا صحتي وانا عايزه ادمرها، جنيني وانا حره في امه، حد اللي يشوف حاجه؟ انا متاكده ان في حاجه هنا. الدكاتره قالوا لي تمام هنعمل المنظار. استنى فين بقى، لقيتهم جايبين لي تاني شويه ورق بيمضوني عليه ان المنظار على مسؤوليتش. يعني انتوا سايبيني العظمه واقفه في زوري 4 ساعات ونص عامله كده، وبعمالين تمضوني على ورق، يعني بقى ده صح؟ يقولوا لي اجراءات يا فندم. طب ما انا ممكن اموت منكم على ما تخلصوا الاجراءات دي، هتعملوا ايه في المفاجاه دي ساعتها؟ الحقوني الاول وبعدين نمضي. دخلوني انا المنظار ومضوا حد من اللي معايا، يعني العظمه واقفه في زوري. يقولوا لي لا والله احنا النظام عندنا ان المريض هو اللي بيمضي حتى لو بيحتضر. انا وصلت لمرحله من الياس من البطء بتاعهم، ان انا بدات افكر جديا ان انا ادخل دراعي في زوري اجيبها انا واخلص. انتوا متخيلين؟ اتنيلت مضيت ودخلوني غرفه العمليات اللي هي بتاعت المنظار دي، ودي كانت لحظه سعيده جدا بالنسبه لي ان انا اخيرا هتبنج. وانا نايمه كده كان في على الحيطه قدامي ساعه، واتفاجئت ان انا فعلا كان بقالي تقريبا 4 ساعات ونص او 5 ساعات انا العظمه واقفه في زوري، يعني وجع مش طبيعي. يعني انا ببلع ريقي بتدمر، باخد نفسي بتشحور. شوفوا بقى خدت نفسي كم مره في خلال ال5 ساعات دي، اللي هو عمليه يلا مش مهم، انا كل اللي هممني ان انا اخد بنج وانام.
حسش بحاجة. الدكاترة جم خلاص بيجهزوا حاجتهم، ويس فجأة حضرني مشهد بعد ما خرجت من الزايدة وانا كنت متدمرة ومش قادرة اتحرك خالص. فقلت يا بت يا لولو، ما انت ممكن برضك بعد ما تقومي من المنظار ما تبقيش قادرة تتحركي، فقومي ظبطي نفسك من دلوقتي وقومي خشي الحمام واعملي كل اللي انت عايزاه. فقمت فجأة الدكاترة لقوني قايمة وخارجة من أوضة العمليات. أسرتي كانت واقفة بره طبعا عمالين يقروا لي قرآن. فجأة لقوني خارجة من المنظار بجري، افتكروني بهرب طلعوا يجروا ورايا لقوني داخلة الحمام. رجعت تاني المناظير، وكانت اسعد لحظه في اليوم ده وانا شايفاهم بيجيبوا الماسك اللي هو بتاع التخدير. غمضت عيني في سعاده عارمه وشفطت نفس منه وما نمتش. الله، اشد في النفس التاني في التالت ما بنامش، نهار اسود. ساعه ازاي ده انا شفتهم بس بيجيبوا الماسك كده كنت نمت. يا بنتي انت من كتر العمليات خلاص البنج ما بقاش ياثر فيكي، بقيتي مدمنه. تحت عينيا لا يفتكروني نمت ويبداوا العمليه. فتحت عينيا من هنا قمت نمت. المهم فوقت لقيت ماما واخويا واقفين جنبي وفي ايديهم منديل كده فيه عظمه. قمت بص لاخويا بمنتهى التحدي قلت له مش قلت لك؟ قلت لك انا ولا ما قلتلكش؟ انا كنت صاحيه من البنج بتخانق، واخويا يقول لي خلاص صلى على النبي، خلاص انت اللي كسبتي. المهم رجعنا البيت، نزلت من العربيه بتطوح، كان لسه برضك يعني تاثير البنج شويه مع الحمل، يعني انا كنت بمشي قدام كده بس بتحرك بالجنب. المهم طلعت الشقة على خير الحمد لله، وأول حاجة عملتها أول ما دخلت الشقة قبل حتى ما أغير هدومي قعدت كملت الحمامة. كملت الحمامة، أنا قلت لكم في أول فيديو إن أنا أعز الحمام أو أو، وده إن دل فيدل على إن الجوع كافر. وبعدين بيقول لك لا يقع المؤمن في جحر مرتين، أنا بقع بالسبعة وتلاقيني قايمة سعيدة ومبتسمة وفي اتجاه نحو نفس الجحر بنفس السعادة. عادي جدا، ده منهجي في الحياة يعني من زمان يعني. فده لما رجع ولقاني باكل بقية الحمامة فقد النطق للحظات كده، قاعد يقول يعمل كده في راسه، بس الحمد لله يعني عدت على خير. ودي كانت تاني تجربة منظار اعملها يعني، وحبيتش الموضوع قوي يعني لدرجة ان انا بفكر اولد مناظير. انا بس عندي استفسار بسيط، جهاز الاكس راي ده ازاي ما شافش العظمة؟ يعني كنتوا مستنيين ان انتوا تشوفوا ورك فرخه واقف بالعرض كده اصغر من كده ما بقى ما الجهاز ما بيشوفش؟ اتمنى نحاول نطور من اجهزتنا شويه ونشوف سيستم يسرع شويه من الاجراءات. الطب في العالم كله عمال يتقدم واحنا لسه بنسيب المريض بالخمس ساعات في الطوارئ على ما نملا بيانات ونمضي ورق وندفع الاول ونزحف على بطننا زي ما يكون لسه في العصر الحجري من البطء. مفيش اي تكنولوجيا يعني، انا كمريضة داخلة الطوارئ على ترولي ولا على كرسي متحرك؟ انت لو جيت لحقتني الاول هاخد العصاية بتاعت المحاليل واطلع اجري من المستشفى من غير ما ادفع؟ ما يعقلوا يعني الكلام. الاجراءات ممكن تستنى لكن حياة بني ادم مش هتستنى. انا بحب شدي على حد بس اله يا رب اللي اخترع الاجراءات ده هيا العظمة تقف في زوره